بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لقارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبينك عنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم، ويريد الله أن يكلك بكلمات ويقطع دابر الكافرين، ليكلك ويقتل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، معه سألقي في قلوب الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن شاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتوى وإن تنتهوا فهو خير لهم، وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمينا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الذين صم بكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعوا ولو أسمعوا لتولوا وهم مريدون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه لا تشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن من أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم من سيئاتكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاة من ذا البيت إلا مقام وتزدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يهشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ولا بعد، فيركموا جميعا فيجلوا في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن اتقوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بلدوة الدنيا هم بلدوة القصوى والرب أسفل منكم، ولو تبعتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله من كان مفولا ليحلك من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينات وإن الله لسميع عليم. وإذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم
في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب ليقوم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قد أحاط بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يقم مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قد أحاط بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الأرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم ما تنفقوا من كين يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنوا للسلم فإن لا وتوكل على الله إنه السميع العليم وإن يريد أن يقضوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي عرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يسكن فلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما قصتم عذاب عظيم فأقولوا مما غنمتم حلالا وطيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم من يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعدهم أولياء بعد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الذين كفروا بعدهم أولياء بعد إلا تفلوا تقوم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.